خلصت. هذا الياس العظيم الله يرحمه الاستاذ الكبير الحانه خير كل شيء كل شيء. وقل له ما ينساني. وقل له ما ينساني ايه؟ لانه صار في نعمة نسيان بالبشر هلا. قولك نساك؟ لا. عن مين عم بحكي؟ عن الجين اللي قلت لي عنه. مش قلت لي جين؟ وهي بعد اشارتين؟ هي تاني اشارة؟ يمكن يمكن يا رب تكون اللي انا ببالي. يا رب تكون اللي انا ببالي. لما تسمع الغنية اي مشاعر شو اللي ببالك؟ شو اللي ببالك؟ بحس بالحنين بالحب بالعطف بال شو اللي ببالك؟ هلا شوف هذا الشخص. قول ايه ايه شوف هذا الشخص بيعرفك؟ اكيد تعرفيه؟ اكيد حبينا بعضنا كذا سنة. حبينا بعضنا كثير. ولكن السنوات العمر المشاعر بتبرد الجسد بيتغير ملامح الوجه بتتغير كل شيء بيتغير كل شيء بيتغير ما في شيء بيبقى له إلا هو إلا ربك اللي بالسماء بيبقى. قبل ما تكملوا اشتركوا هلأ بقناة مالك مكتبي الرسمية على يوتيوب وما تنسوا شغلوا الجرس. بس لو الملامح تغيرت قلت لك المشاعر بتخف أكيد بس سبحان الله لما ترجع تشوف ما في مجال ما يدق قلبك. تركتي صور؟ عندك صور عنه؟ صورتين كانوا. أنا مش عم بعرف ليش تخزقوا هالصورتين. واحدة يمكن أنا خزقتها واحدة حدا خزق بالخبر. بالحزن عليا كثير. ليش خزقتيها؟ ما أنا ما بعرف. مش زعلين منه بالعكس. هو زعلين مني أكيد. لأنه أنا زعلته مش هو زعلني. بس بهاللحظات اللي جورجيت عم بتخزق الصورة الوحيدة اللي عندها إياها شو كنت عم تجرب تقول؟ عم تجرب تمحي كل شيء ممكن يذكرها فيه؟ إنه خلص مش لازم يبقى. ومع إنه قلت لك مش ذنبه وذنبي أنا. من أين خزقت الصورة؟ كلها شيء 15 سنة بتعز علي. كنت فرجيتك إياه فرجيتك إياه إلك وحدك. يا ريت عن جد ارجع تواصل انا يشوفه. جربتي؟ لا لا لا. ليش بخريف العمر الانسان بحاجه يرجع يشوف الناس اللي اثروا فيه؟ ليش؟ لان حبهم بصدق والحب الصادق ما بينتسى. بس حبك فنانه مشهوره يمكن هو مشهور يكون مصلحه. لا 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 هو مشهور. لا 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 هو بيشتغل بالفن كمان بس ما رح حدد بأي فن. مش بيرقص أكيد لا. ولا بيدبو. لك ما في عنده هو كمان معروف شاب مثل القمر. مثل القمر مش شاب عادي صدقني. بيغسل عين على طول وعلى زميل وعلى شكله. عم تفكر فيه؟ إذا شئ القدر ترجعي تشوفيه. رح كون جدا سعيدة. رح أقول إنه ربي حقق لي هالأمنية. لأروع القصص اشتركوا هلأ بقناة مالك مكتبي الرسمية على يوتيوب.